أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما توجيه فضيلتكم في من يضيعون أيام وليالي شهر رمضان المبارك بمشاهدة التلفاز وغيره من الاستراحات والتجمعات؟ هذا ضياع، هذا ضياع. شهر رمضان فرصة في عمر المسلم قد لا يدركه مرة ثانية، فيستغله بطاعة الله وبذكر الله والأعمال الصالحة، ولا يضيعه باللهو واللعب والغفلة والكسل، أو أشد من ذلك، يضيعه بالمعاصي والمحرمات، أو بمتابعة المسلسلات الهابطة التي تضيع الوقت. على الأقل هي مضحكة ومضيعة للوقت، وإلا هي يأتي فيها سخرية، ويأتي فيها استهزاء، ويأتي فيها أمور محرمة. فالمسلم يحفظ وقته ويرفع نفسه عن الدنايا وعن التوافه والأشياء التي تضره. نعم.